طيب شيخنا، مضى الوقت سريعا جدا جدا، وآخر طلب، آخر طلب طلبوه الشباب، يقولون وصية نريدها من الشيخ من القلب إلى القلب. بالإنجليزي from heart to heart. فيما يتعلق بالرؤى بما تريد للشباب. طيب يا إخواني، أولا لحظات فقط، دقائق يسيرة، أريد من الإخوان فقط أن يركزوا معي. إخواني وأخواتي، طبعا المقولة، إخواني وأخواتي، من يستمع إلي الآن من إنس أو جن، من يسمع هذا النداء في مطر الآن، إذن لعلنا نسرع في هذه الكلمة حتى نتوجه للدعاء لعل يكون موطن إجابة. إخواني، الاستفادة من الأوقات، أعمارنا ترى 60 و70، النصف هذا أو أكثر من النصف يضيع في الطعام وفي الشراب وفي المنام وفي الأكل وفي الذهاب والإياب. نستغل كل الأوقات في سبيل الوصول إلى رضا الله جل وعلا. أسأل الله أن يردنا إليه رب جميلا، أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين، وأن يجعلني وإياكم من يقترب الساعات والدقائق في سبيل مرضات الله جل وعلا، وأن يهدينا صراطا مستقيما. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين، إنك ولي ذلك والقادر عليها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.